وللمتابعة أكثر يلتحق بنا من المسجد الحرام مراسل الإخبارية أيمن الثبيتي. مساء الخير أيمن، وهل يمكن أن تضعنا في صورة يعني آخر التطورات حتى هذه اللحظة بالنسبة لبدء وصول المعتمرين من الخارج؟ نعم، شكرا لك زميلي عبد الله، حييك وحي كافة متابعي قناة الإخبارية من هنا من المسجد الحرام، والذي سوف يستقبل بمشيئة الله تعالى غدا المعتمرين من الخارج بعد التأكد من سلامتهم. العديد من الجهات ذات الاختصاص هنا بالمسجد الحرام أكملت كافة استعداداتها لتطبيق كل المعايير الصحية والتنظيمية والأمنية التي تضمن من سلامة المعتمرين وأيضا تضمن من تنفيذ الخطط التشغيلية. تحدث في هذه الإطلالة عبر الإخبارية عن القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، وهي التي تعنى بتنظيم الخطط التشغيلية هنا بالمسجد الحرام. أستضيف في هذا اللقاء سعادة العقيد يوسف الخديدي، وهو مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام. مرحبا بك معنا عقيد يوسف عبر الإخبارية. ما هي خططكم التنظيمية والأمنية مع انطلاق المرحلة الثالثة لقدوم المعتمرين؟ أولا أحييك وأحيي جميع السادة المشاهدين عبر القناة السعودية الإخبارية المتميزة دائما في طرحها ونقلها. والحقيقة حنا في طور تنفيذ المرحلة الثالثة من استقبال المصلين الذين قد يصل عددهم إلى 60,000، وكذلك المعتمرين الذين يصل عددهم إلى 20، وتستقبل تلك الأعداد بكل عناية وبكل اقتدار من خلال جهات مشاركة في نقاط الفرز الخارجية، سواء في الشبيكة أو في باب علي أو في منطقة جياد. تستقبل تلك الأعداد وتفوج بشكل احترافي إلى ساحات الحرم، ومن ثم إلى المداخل وعبر السلالم الكهربائية. طبعا الجهات المشاركة هي تتمثل في وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة ورئاسة الحرمين الشريفين، والأمن العام طبعا متمثل في القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وقوات الحج والعمرة وأيضا قوات الطوارئ الخاصة. تفرز تلك الأعداد إلى سواء بالنسبة للمعتمرين عبر باب جياد والأبواب المجاورة والملك فهد إلى صحن المطاف، ثم إلى المسعى الدور الأرضي. وأما بالنسبة للمصليات فيتم توجيههم إلى الدور الأول عبر الجسور الخارجية والسلالم الكهربائية. هذه الأعداد تتزايد عقيد يوسف، الاستعانة بالأدوار العلوية هنا بالمسجد الحرام، نتحدث عن الأدوار العلوية للمطاف، الأدوار العلوية أيضا للمسعى، وأيضا لو في الاستعانة بعدد من المصليات بالمسجد الحرام. نعم، هذا صحيح ومأخوذ في الاعتبار وفي الحسبان. فيما يتعلق بالنسبة للمعتمرين فبعد الانتهاء من صحن المطاف يتم توجيههم إلى المسعى الدور الأرضي، وهناك أيضا مسعى الدور الأول هو كاحتياطي في حالة الحاجة بتوجيه المعتمرين إليه. أما بالنسبة للمصليات ف هو أساسا مقرر لهم الدور الأول، ولكن هناك بعض المساحات الاحتياطية سواء في البدروم أو في توسعة الملك فهد السطح أو توسعة الملك عبد الله الشامية. أيضا نتحدث عن تطبيق الإجراءات الاحترازية للمعتمر والمصلي، كيف يتم التنويه عليها والتأكيد عليها على المعتمر أو أيضا على المصلي؟ طبعا الشهادة مأخوذ في الحسبان، وهو من ضمن أو من صميم أعمال الجهات المشاركة في هذه الخطة الاستثنائية، اللي هو الحرص على التباعد الجسدي وأيضا أخذ جميع الاشتراطات الصحية من لبس الكمامات و
السير وفق الطرق أو المسارات المخصصة لهم من المراكز الخارجية إلى الداخل حفاظا على صحتهم من هذه الجائحة. نعم، شكرا لك العقيد يوسف الخديدي مساعد قائد القوة لأمن المسجد الحرام. زميلي عبد الله قبل قليل توقف هطول الأمطار هنا بالعاصمة المقدسة تحديدا على المسجد الحرام، جعلها الله أمطار خير وبركة. هذا كل ما لدي من هنا من البقاع الطاهرة تحديدا من المسجد الحرام. الكلمة والصورة لك في الاستديو.